الموسيقى حوار الله مع الإنسان، هي الخلود في حضارات الشعوب، هي رسائل الإنسان عبر العصور، رسائل حملتها حناجر صمتت مع الزمن، وآلات موسيقية بقيت نقوشا في الآثار ورسوما على أروقة المعابد ومخطوطات في كتب التاريخ. وها نحن وفي الحقل الثقافي والتربوي والعلمي نزرع هذا الفيلم الوثائقي الذي يعرض لأول مرة الآلات الموسيقية التاريخية منذ 3000 سنة قبل الميلاد حتى القرن 17، ليظهر في كل منزل ومدرسة ومعهد وجامعة، وهكذا تبقى الموسيقى في النفوس رمزا للحضارات ولغة للسلام. الآلات الوترية: الكنارة السومرية. يعود تاريخها إلى العصر السومري منذ 3000 سنة قبل الميلاد، موجودة إلى اليوم في متحف لندن، وهي من أقدم التحف الموسيقية في العالم. وجدت في حفريات مقبرة أور في العراق من خشب الجوز وأوتار عمودية من شعر ذيل الحيوان عددها 11 وترا، مشدودة على مثابت جلدية متحركة. القيثارة المغروسة، تسمى القيثارة الآرامية، يعود تاريخها إلى العصر الآرامي منذ 900 سنة بعد الميلاد، محفورة من خشب العفص والسنديان، مطلية بالأرجيل والفخار الأحمر، وهي ذات 5 أوتار من ألياف شجر الخيزران، تشد بواسطة خوابير وتعزف وقوفاً، لها صوت ضعيف غليظ وغير رنان. الطنبورة التركية، يعود تاريخها إلى العصر التركي عام 1600 بعد الميلاد، محفورة من جذع شجرة توت، محددة ب10 فواصل خشبية ووترين مزدوجين من ألياف الحرير، محدودة الأصوات، وتعتبر من أقدم الآلات الوترية ذات العنق الطويل، وتستعمل إلى يومنا هذا بطابعها التراثي.